الملف وقفلناه. خلصنا. إذن إلى موضوع آخر مشاهدينا ومستمعينا. سيدتان أميتان من قلب الصحراء الأردنية استطاعت القيام بما لا يستطيع فعله أحيانا المهندسون وأصحاب الشهادات. السؤال هو كيف؟ أم قمر وأم بدر صممتا مشروع للطاقة الشمسية أنرتا به أكثر من 100 بيت في القرية التي يعيشون بها، وذلك بعد سفرهما للهند في دورة تعلمتا من خلالها آلية العمل على هذا المشروع. التصميم والإرادة والعلم حتى وإن فات الأوان كما يقول البعض، كل هذا شد من عزيمة هاتين السيدتين القادمتين من قلب الصحراء. التفاصيل مع الزميل عماد العضايلة من جنوب العاصمة عمان. إذن أم قمر وأم بدر صاروا قمر وبدر في هالقرية. متابع. هكذا هي دائما الصحراء، تستقبلك ببساطتها بسجية خلقها الساكن في رمالها، بعيدا عن مظاهر المدينة وإضافات التكنولوجيا البشرية فيها. هنا تحديدا بعيدا عن عمان العاصمة وبإمكانيات الطبيعة الصرف التي امتزجت بعقل وإصرار سيدتين أميتين، مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية. ولكن كيف لمن لا يستطيع القراءة والكتابة أن يقوم بإنشاء مشروع كهذا يعجز عنه مثقفو ومتعلمو المدينة؟ وحتى وإن كانت الحاجة أم الاختراع، فأي اختراع هذا الذي يضيء الصحراء وهندس على يدي سيدتين لا يفك الخط حتى؟ أول ما بلشنا بالمشروع هذا كنا احنا لا نقرأ ولا نكتب ولا عندنا أي فكرة عن الخلفيات هذه كلياتها. حكوا لنا أنا أنكم تطلعوا تتعلموا إشي تستفيدوا منه. ما كنت متوقع أن يوم من الأيام أني أضويها، لأني لما أشوف قطع الليزر هذا من الليزر أشوف أقول مستحيل هذه كيف معمولة، أشوفها بشغلات موجودة أقول مستحيل هذه أن الإنسان يقدر يصنعها ويعملها بإيده. يعني تفاجأت في نفسي لما كبست الكبسة زي هيك ولعت، ما يعني ما صحيت على حالي إلا وأنا واقفة. أنا أمي حتى ما عمري دخلت بالمدرسة أعلم من مرة ولا أعرف أي شيء. والآن يعني أنت في يدك صنعة وفي يدك إيه بيدي صنعة والحمد لله هسا أقدر أصرف وأقدر أشتغل أي شغلة يعني معي. من الشمس جاء إلهامها فمدت جنبات القرية بالكهرباء والطاقة، ولكن للهند قصة هي أساس هذا الاختراع. فأم قمر وأم بدر ذهبتا في دورة هناك ليحملا في عقليهما تفاصيل هذا المشروع الذي أنار أكثر من 100 بيت. بخور بن بدر ولدي بدر وأم قمر اللي راحم للهند وتعلموا، وهسه قاعدين نجذب الناس. أي مواطن موجود بالأردن من العقبة للشمال يجي يتدرب مساعدين ندربهم. يعني أنا كنت أدفع بشهر 50 و30 دينار، ها يعني بعد ما جت الطاقة الشمسية شايف شلون فصلنا الكهرباء، موجود الكهرباء عندي بس فصلته، ولعت الطاقة الشمسية هذول خلية 2 وبطارية 2 صارت تجيني 3 دنانير الفاتورة. كم من الجميل تسليط الضوء على مشروع هندسته تخضع لقوانين العلم، صمم بأيد أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكن الأجمل أن نرى مشروعها ينير ليالي الصحراء. لذلك انتظرنا طويلا لنشاهد ظلاما أنارته سيدة قادمة من قلب الصحراء. أنارتا بيوت القرية بكبسة زر على طاقة شمس غابت، فأنار المشروع ظلام الصحراء. غياب يجدد ثقتيهما بنفسيهما وبأن الإنسان قادر على عمل المستحيل لا بالعلم فقط بل بالإرادة والتصميم. لبرنامج MBC في أسبوع عماد العضايلة من منطقة الرويشد شرق العاصمة عمان. يعني هكذا يكون المستحيل مجرد كلمة. نشوف ابتكار من هذه القرية الجميلة. أنا أقدم تحية أول شيء لزميل عماد العضايل على هذا الموضوع، تحية أيضا موصولة لأم قمر وأم بدر. الله ينور إن شاء الله قلوبكم وينور إن شاء الله القرية وينور الأردن، وإن شاء الله ألف مبروك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله بعيد استقلال الأردن. كل عام الأردن غالي بألف خير. إذا نأخذ تعليقات ونطلع فاصل.